بلغنا يا مستمعين إننا عندنا لقاء يومي مع الدكتورة لميس جابر على الراديو 90-90 ورمضان في المحروسة كل يوم. كل يوم في رمضان وانتم طيبين. مساء الخير على أهل المحروسة الجمال، جمال المحروسة، ربنا يا رب يخليها محروسة على طول. أكمل لكم النهاردة الاحتفالات في العصر الحديث اللي هو من 1830، يعني من 180 سنة. هنحكي على المولد النبوي. قلت لكم أنا أيام الفاطميين والبزخ والطرف والأصمطة، الموائد الجبارة وتوزيع الحلوى على الناس، وكان أيامها هم عاملين دار اسمها دار الفطرة، وكان لما يخشها المعز يقول لك دخل الخليفة المعز ليشاهد جبال الحلوى داخل دار الفطرة. راحت الايام وجت الايام مبقاش في دار الفطرة، انما بقى في سوق اسمه سوق الحلويين، يعني الناس اللي بيعملوا الحلوى. وكانوا بيعملوا فيه ايه؟ بيعملوا فيه السكر باشكال زي الخيول والسباع اللي هي الاسودة يعني، والقطط واشكال عديدة جدا. ممكن يعملوا شكل عسكري، شكل عسكري على حصان اللي هي بعد كده اتعملت العروسة والحصان. وكانوا بيسموها العلاليقة نسبة الى علاقة، لانها كانت بتتربط بدبار وتتحط على الدكاكين بتاعت سوق الحلويين. بيقول لك منها ما كان يكون وزنه من ربع رطل الى 10 ارطال. طبعا انتوا ما تعرفوش الرطل قد ايه، كيلو 2 رطل وربع، يعني الاتنين كيلو يبقوا 4 ارطال ونص، يعني تقريبا ال10 ارطال الحلوة دي كانت بتبقى 4 كيلو. تخيلوا تمثال من الحلوة وزنه 4، والاطفال يشتروا والستات والرجالة والكبار والعواجيز. ويقول لك ايه الخواجة إدوارد لين، ولا يبقى جليل ولا حقير في مصر حتى يشتري لأهله وأولاده. ده في مولد النبي. يتم الاحتفال إزاي بقى؟ كان في بركة الأزبكية اللي هي مكانها دلوقتي جنينة الأزبكية، بمدان العتبة، بمدان الأوبرا، كل دي كانت بركة الأزبكية. أقول لكم على حاجة، عارفين جامع الكيخية اللي هو بعد مدخل شارع عادي على طول؟ الجامع ده كان بيطل على بركة الأزبكية، والكيخية دي من الأسماء اللي المصريين بيغيروها، ده جامع الكتخدة، بس المصريين بيغيروا الألفاظ سموه كيخية. كويس. كان يتم الاحتفال في مكان بركة الأزبكية، وهي أيام الفيضان كانت بتتملي، في أيام غير الفيضان كانت، في أيام الجفاف اللي قبل الفيضان كانت بتبقى جافة جدا، ولما الشهور الهجرية تلف يجي المولد في أيام الفيضان يبقى يعملوا الاحتفال حوالين البركة، ولما تنشف يعملوا الاحتفال في قاع البركة نفسه. فبيعملوا ايه بقى؟ بيقول ويليام نين اللي هو شاف ده بنفسه وحضره، بيعملوا خيام كتيرة جدا يسموها الصباوين، جمع سيوان، ويقيم بها الدراويش في الخيام دي، ويرفعوا ما بين الخيام صواري طويلة تعلق فيها المصابيح، ويعملوا حبال بين الصواري، ويبقى الإضاءة على شكل دايرة يعلقوا فيها المصابيح، فتبقى على شكل دايرة بين الخيام. وساعات يزينوا، ولو انها ما كانتش كهرباء خدوا بالكم، مصابيح بالزيوت
والشموع فيعملوا بعضها على شكل ورود وبعضها على شكل اسم الجلالة أو على شكل اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو على شكل كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. كل ده بالمصابيح. احنا عارفين ان مولد النبي يوم 12 ربيع الاخر، يبتدوا يعملوا الترتيبات وتنتهي يوم 2 وتستمر 10 ايام لغاية الليلة 12 اللي هي تبقى الليلة الكبيرة زي الليلة الكبيرة بتاعت مولد الحسين والسيدة وكده، ويتجمع الناس من كل انحاء القاهرة ومصر. خدوا بالكم القاهرة ومصر، يعني كان في ناس تيجي من الاقاليم. في النهار يتجمعوا حوالين الشعر اللي هم رواة القصص التراثي القديم اللي هي حكاية أبو زيد الهلالي، وتلاقي حلقة فيها حواه فتح عينك تاكل ملبن والمهرجين، وكان في فرق غوازي بس كانت في أوقات بتتمنع، هو سنة 34 الفرق الغوازي ما كانتش موجودة، والمراجيح بقى، ويقول لك إيه الدوامات اللي هي الزقازيق بنقول عليها الزقازيق اللي هي بتلف 4-5 كراسي كده وتلف في دايرة، وأكشاك طبعا لبيع إيه الحلويات اللي هي حلاوة المولد. تفتح محلات الحلوى والمطاعم والمقاهي ليل نهار في العشر أيام أو حتى الاتناشر يوم، والشعراء والرواة يبقوا بالنهار وسط الناس وبالليل على المقاهي. السقايين بقى، كان زمان لسه المية ما دخلتش في البيوت، المية ما دخلتش في البيوت غير أيام خديوي إسماعيل، فكان في السقى. السقى يمشي بقى في وسط هذا الجمع الغفير يوزع مية، فالناس يزكوا إزاي؟ يدوا السقى فلوس يقول له وزع مية، ولو الناس بقى إيه طنشت عملت نفسها عبيطة مش واخدة بالها يبتدي السقى نفسه يقول لك ادينا زكا يا باشا عشان نوزع على الناس مية في إيه في المولد. ركب الدرويش بقى يجي كل ليلة بعد ساعة من منتصف الليل، يعني ساعة واحدة بالليل، يمسكوا عصيان طويلة عليها مصباح يسموه المنور، ولما يبقوا كذا واحد مسكين كذا عصاية يقولك ايه مسكين المناوير في موكب الدرويش، ويسموها الإشارة. هم الصبح يمسكوا نفس العصاية عليها راية ويمشوا في موكب الصبح، وبالليل الموكب بتاع بالليل قوي ده يحطوا على العصاية مصباح فتبقى مناوير. الرايات الصبح والمناوير بالليل اسمها إشارة، الإشارة بتاعت الدرويش. ويستمر آخر ليلتين يتجمع أكبر عدد من الناس وأكبر عدد من الدرويش، ويستمر الذكر طول الليل حتى آذان المغرب. طبعا كذلك الأمر هتلاقوه في مولد الحسين ومولد السيدة. الجد بقى ما كانش موجود أيام الفاطميين، نصف شعبان كان موجود أيام الفاطميين، أول من شعبان كان موجود أيام الفاطميين، أول رجب موجود من أيام الفاطميين. اللي جد ليلة الإسراء والمعراج ومولد الإمام الشافعي، هما ما كانش في مذاهب سنية أيام الفاطميين. وحتلاقوا بقى بقية موالد الإيه الأولياء. تعالوا بقى على رمضان في العصر الحديث اللي هو أيام محمد علي. كان بينطلق موكب برئاسة، دايما رئاسة المحتسب. موكب الرؤية بقى كان برئاسة المحتسب. المحتسب ده اعتبروه حاجتين، وزير تموين أو وزير مباحث تموين، الاتنين على بعض كويس. كان بيتولى أمور السوق، يفتش على الموازين والمقاييس والأسعار، ويشرف على طوائف تجار الأغذية بالذات، يعني يعدي على الخضرية وعلى الخبازين وعلى الجزارين وعلى البقالين. الوظيفة دي لغاية عهد محمد علي اللي هو مفتش التموين ده، ويعني كان بيفتش على نوعية الأغذية وعلى الميزان وعلى الأسعار، ثلاث حاجات. بعد كده ألغيت دي وفي عهد الوالي سعيد باشا وتحولت اختصاصات المحتسب إلى حكمدار الشرطة
ومصالح ووزارات تانية. وتنظيم الاحتفالات بقى اللي كان ده من ضمن شغلانة المحتسب بقى من اختصاص المحكمة الشرعية بعد كده، هي اللي تنظم الاحتفالات الدينية مع محافظة القاهرة، يعني في رؤية هلال رمضان، في وفاء النيل، في الإسراء والمعراج، في ليلة 27 رمضان ختم القرآن، في ليلة القدر، كل ده كويس. وبعد كده طبعا وزارة التجارة والصناعة والصحة اشتغلت على، يعني المحتسب كان بيعمل شغل 4-5 وزارات الصلاة على النبي يعني. مهم ان هو كان بيبقى مشرف على شيوخ التجار والحرفيين، كل حرفة في مصر كان ليها شيخ وطيفة. وكانوا الحرفيين اللي بيشتغلوا بايديهم لابد كل حرفة تتبع الطريقة صوفية، على فكرة كانت في منتهى الجمال. ولما يترقى الصنايعي من رتبة لرتبة يعملوا له حفل وفيه انشاد وذكر وحاجات كده. وكانت الحكاية الاعتناق الفكر الصوفي مع الحرف بيخليهم يعني بيتقوا لا قوي 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 في الصنعة، ويتقوا لا في رزقهم، ويتقوا لا في أكل عيشهم. الحقيقة يعني لما تقروا الموضوع تلاقوه جميل قوي. المهم انطلق الموكب برئاسة المحتسب وشيوخ التجارة، شيخ الخبازين والطحانين والجزارين والخضرين والزيتين إلى آخره، ومعاهم فرق المزيكاتيين اللي هي فرق الموسيقى والعامة والفقراء، ومعاهم بقى فرق من الجنود كتير جدا، نوع من العرض العسكري. يعني من كل فرقة من فرق الجنود، كانت أيامها في جنود في مصر قبل محمد علي كان في جنود كتير قوي، بعديه بقى الجيش النظامي. ففي الفترة دي كان الجيش النظامي نوع من العرض العسكري ينضم إلى موكب ليلة الرؤية بتاع رمضان، ومعهم حاملوا المشاعل. ورا كل فرقة من فرق الجنود كام واحد حاملين مشاعل يضيئوا الطريق، ومعهم الناس ومعهم العامة ومعهم أرباب الطرق الصوفية بالملابس بتاعتهم والبيارق الخاصة بهم. يعني ايه بيارق يا جماعة؟ البيرق هو العلم او الراية، وكل طرق صوفية ليها علم او راية عليها يا يعني اما عليها كلام واسامي اما ليها الوان فقط. يمشي الموكب ده وهم بيهتفوا يقولوا ايه؟ بركة بركة بارك الله عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حلو، يمشي يقولوا الكلام ده من فين بقى؟ ينطلق هذا الموكب من القلعة إلى دار المحكمة الكبرى، حيث قاضي القضاء اللي هو دلوقتي زي رتبة المفتي تقريبا، مش احنا بنيجي يعني قبل رمضان بكم يوم نقول لك حفل رمضان، فاعتبروا قاضي القضاء كده ايه كان المفتي. هنطلع فاصل وارجع لكم نكمل. لميس جابر على الراديو 90-90. رمضان في المحروسة مع لميس جابر. ينطلق الموكب من القلعة لدار المحكمة الكبرى حيث قاضي القضاء، ويستنوا بقى ايه الوفد اللي طلع على المقطم يروح يشوف الهلال رؤية العين. وقال لك ايه؟ يكفي رؤية واحد فقط، يعني لو واحد فقط قال الهلال اهو يبقى بكرة رمضان خلاص. يفضلوا دول قاعدين بقى قدام المحكمة لغاية ما يجي الخبر برؤية الهلال او عدم رؤيته. كويس، ينفض الموكب ويستعد لتاني يوم لو كان بكرة مش صيام، ويمشي يقولوا ايه؟ بكرة شعبان مفيش صيام مفيش صيام. تنزل كل فرقة تبلغ حتة في القاهرة. على فكرة كان في الأرياف، لأن كنت بنا بسأل الحكاية دي، طب القاهرة من القاهرة للأرياف لا في تليفونات ولا موبايلات ولا فيسبوك يا جماعة، ولا تلفزيون ولا راديو ولا واتساب، يعرفوا ازاي؟ كان كل محافظة ليها استطلاع هلال برؤية العين. عشان كده كان ممكن تلاقي في محافظات بتفطر في ايام ومحافظات بتفطر في ايام تانية حسب اللي بيشوف
الهلال، لأن ما حدش بيلحق يبلغ أيامها من القاهرة للبقيه. إنما عادة هتبقى كل البلاد اللي قريبة من القاهرة كانت هتصوم مع القاهرة. لو قالوا بقى بكرة رمضان يحصل إيه؟ تنطلق الفرق بقى اللي نازلة دي، المزيكاتيين والمحتسب والشيوخ الحرف وبتوع طرق الصوفية والجنود، وكله يجروا في أحياء المحروسة، يدق الطبول ويصرخ المنادي يا أتباع أفضل خلق الله صوموا صوموا. ده النداء اللي كان بيتقال. أقول لكم بقى على إيه المواكب بتاعت الحرفيين دي، لأن دي الحقيقة استمرت لغاية الخمسينات، ويمكن مرة اتعملت بعد ثورة يوليو، بس كانت بتتعمل في عيد الربيع بس. كانوا بيعملوا إيه؟ كانت كل طوائف التجار والباعة اللي خضع لإشراف المحتسب تشارك في موكب رؤية، تخرج كل حرفة على عربية مزينة بآلات الحرف، فوقها الحرفيين بيمارسوا الحرفة بتاعتهم بشكل رمزي تحية منهم للاحتفال. كويس؟ وكل عربية تتفنن بقى في الزينة بتاعتها حيث كان أصحابها، بيبتدوا زينوها بالأوراق الملونة والورد والبتاع. كويس؟ ويزينوها برضو بحاجات من العدد اللي بيتعاملوا بيها في الحرفة بتاعتهم، واعتزازا بشهر رمضان. طيب أهل المحروسة بقى عرفوا إن بكرة رمضان، بيعملوا إيه بقى؟ ينطلق المصريين في تلك الليلة يأكلون ويشربون ويدخنون. خدوا بالكم لين بيقول إيه بالجملة دي، جملته: وترتسم البهجة على وجوههم كما لو كانوا قد أفطروا بعد أول يوم للصيام، فرحين جدا. الدكاكين بقى تتفتح، يندفع الناس للشراء، تتلألأ الجوامع بالأنوار، تعلق المصابيح في مدخل الجامع وفوق المآذن، وتظل الأسواق مفتوحة خاصة محلات الطعام والفطاطر. يا جماعة آخر واحد يقفل حتى ساعة متأخرة من الليل. هحكي لكم بقى على مواكب الحرفيين، لأن دي الحقيقة فيها معلومات لذيذة جدا. من الحاجات اللي كاتب عنها الجبرتي، الاحتفالات اللي وصفها وكان فيها مشاركة الحرفيين، كان في 1809 حفل ختان ابن بنت السيد عمر مكرم، اللي هو حفيد السيد عمر مكرم، ابن بنته اللي هي زينب. طبعا السيد عمر مكرم كان نقيب السادة الأشراف، وكان رجل زعيم شعبي بكل المقاييس، رجل وطني جدا جدا رغم الخلاف اللي حصل بينه وبين محمد علي. والغريبة ان حفلة ختان حفيده دي 1809 كانت اخر احتفال ليه، بعدها بكم شهر تم نفيه. في كمان من اللي وصفه الجبرتي حفل ختان عباس ابن طوسن ابن محمد علي، اللي هو الوالي عباس الاول. ده يا جماعة عشان ما تغلطوش، ده اللي عمل حي العباسية. عباس التاني اللي عمل، هو اسمه عباس حلمي، عباس حلمي التاني اللي عمل حي الحلمية. يعني حي العباسية ينسب إلى عباس ابن طوسن باشا ابن محمد علي. ده كان سنة 1820. الفرح كمان اللي كان مهم قوي، كان فيه فرق الحرفيين بقى اللي انا اوصفها لكم دي، كان فرح جواز ابن محمد علي اسماعيل باشا. خدوا بالكم ده مش الخديوي اسماعيل، ده اسماعيل ابن محمد علي اللي مات محروقا في السودان سنة 26. كان بيتجوز، وكانت بنته نازلة الصغيرة بنت محمد علي بتتجوز محمد بيك الدفتردار. الاثنين كانوا فرحهم على يومين، ما بين اليومين كان اسبوع. بص بقى كاتب ايه الجبرتي في عربيات الحرفيين:
بيقولك كانت العربة تزين وتوضع فيها أدوات الصنعة فتصير كأنها دكان بحاله ماشي على عجل. البائع يجلس فترى الحلواني وأمامه الأواني فيها أنواع الحلوى والسكري. يقولك لا، أنواع الحلو والسكري وأواني الملبس وأقمع السكر معلقة حوله وبيشتغل. دي عربية. الشربطلي اللي هو بتاع الشربات اللي هي محلات العصير دلوقتي، وحواليه أنواع الشربات والأزايز والكوبايات وبيشتغل. العطار الحريري بتاع الحرير، الشربطلي قلنا الشربطلي، العقاد البلدي والرومي. العقاد، العقاد يا جماعة اللي هو بيعمل الإطان بتاع الجلاليب البلدي. الجلاليب مش بنيجي عند الرقبة، تلاقي معمول لها زي أبزيم تقيل كده قوي قوي، إطان بيسموه إطان. ده العقاد، واللي بيعمل الحبال بتاعة ساعات مثلا حزمة بشرشيب، الشرشيب اللي كانت بتحط على الكتاف للبس العساكر، دلوقتي اللي بيعمل الشرشيب بتاعة الستاير ده كان اسمه العقاد. والزيات والحداد والنجار والخياط والأزاز، الأزاز اللي هو خياط الحرير، أو بائع القز. القز اسمه باللغة العربية الإبريسم، والإبريسم هو أحسن أنواع الحرير. والحباك بقى اللي هو إيه؟ يعني إيه الحباك؟ خدوا بالكم إحنا عندنا تلاقي في ناس بتلقب الأسامي بالوظيفة عندنا في مصر، زي فلان الحجار وفلان النجار وفلان الفخراني وفلان الحداد، ما زلنا بنحتفظ بالأسماء الوظيفية دي. الحباك بقى اللي بيعمل إيه؟ اللي بيخيط أطراف الأتواب، اللي هو زي ما إحنا نعمل إيه؟ نخيط الست تخيط الفستان أو الترزي ويوديه السرفل، اللي هي التانية بتاعة الأتواب وتانية الأكمام وتانية فتحة الرقبة وهكذا. النشار، وهو ينشر الخشب بمنشاره المعلق. خدوا بالكم، شفتوا المعلق دي؟ النجار زمان كان يبقى الترابيزة قدامه والمنشار متعلق بحبل فوق، ينزله كده وينشر بيه. والصحان، الطحان سوري، الطحان والفران. والفران بقى يقول لك الغريبة ان العربية عليها فرن وهو والع وهو بيخبز فيه ماشي على العربية. الفطاطري، الجزار، الكبابجي، النيفاوي. يا جماعة ياليكم مزاج في الأكل، اوعى تفطروا، الحلقة دي هتفطر على فكرة. النيفاوي بتاع النيفة، اللي هي ايه النيفة حضرتك؟ اللي هو لحم الجديان الصح، الصح طريقة طبخه الصح المظبوطة، يعني انه يتسوى على وهج الفحم، بيعملوا له زي حفرة يتولع فيها الفحم، وأول ما يبتدي يصفى الفحم يتوهج ويصفى يروحوا مدخلين الجدي متعلق وقافلين عليه. مؤاخذة الصبح تلاقي حاجة يعني اوعى وشك. ده النيفاوي على العربية برضو بيعمل نيفة. وقلاء الجبنة، قولولي بقى أنهي جبنة اللي تتقلي أيام الجبرتي ما بيكلم 1814؟ أنا قعدت أفكر في الموضوع ده من كذا سنة ودخلت معايا في عند، ولازم أعرف إيه الجبنة اللي بتتقلي. قعدت أفكر لقيت إنها مفيش غير الجبنة القريش. قمت جايبة جبنة قريش، اسم الله على معاكم، ومقطعاها ترنشات كده ورحت قليها في السمنة، طلعت حلوة حلوة. هي دي الجبنة المقلية بقى. أصل ما تقوليش للجبنة التركي، كانتش موجودة قوي أيامها، ولا كان في شيدر ولا فلامنك ولا كرافت ولا الحاجات دي، يبقى اكيد هي جبنه القريش مفيش غيرها. حتى قلاء الجبنه كان على عربيه ماشيه اللي جبنه في الموكب بتاع الفرح. والسماكين والجيارين والجباسين، الجباس اللي هو بيعمل الجبس، بيقول لك الجباس ده كان بيشتغل بالحجر والتور معاه بيدور على العربية بيطحن الجبس، كل ده فوق عربية في الاستعراض بتاع الحرفيين. انتوا متخيلين؟
والبنا والمبلط ومبيض النحاس. طبعا الناس العواجيز اللي زي يعرفوا مبيض النحاس ده. والمراكبي كان يعملوا بقى بدل العربيه مركب كامله بالالوع بتاعتها بس ماشيه بعجل، يعني مركبه بدل العربيه. وتجار الغوريه وتجار خان الخليلي وتجار الحمزاوي. وكانت الاهالي تتسابق من الصباح الباكر للجلوس في الاماكن التي يمر منها الموكب، ويدفعون اجور عليها ليروا ويستمتعوا بعربات اهل الحرف. يعني يروحوا يحجزوا مكان في الشوارع، تيجي انت تقف قدام دكان والنبي عم سيبنا اتفرج، يقول لك لا ادفع. فتروح الناس من بدري تحجز مكان ويدفعوا فلوس عشان يقعدوا يتفرجوا على هذا الاستعراض النادر. قدام كل عربية كان يمشي أهل الحرفة بتاعتها، قدام النحاسين، قدام الجزارين، يمشوا مجموعة الجزارين وهكذا. فبيقول لك وصل عدد العربات المشاركة في الحفلة بتاعة جواز ولاد محمد علي إلى 106 عربة. نسيت أقول لكم على حاجة، كان في طائفة اسمها طائفة الكفتيين. الكفتيين بقى أقول لكم عليها الحلقة الجاية إن شاء الله بكرة، ربنا يدينا ويديكم طول العمر. بلغنا يا مستمعين إننا عندنا لقاء يومي مع الدكتورة لميس جابر على الراديو 90-90 ورمضان في المحروسة كل يوم. كل يوم في رمضان وانتم طيبين.